والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد، سلام الله عليكم، رمضان مبارك، صحة فطوركم، كل عام وأنتم بألف ألف خير، عده الله علينا بالخير واليمن والبركات لكل الأمة الإسلامية عامة وإلى كل شعب جزائري وأهل عنطايا خاصة. أيها السادة والسيدات، أمهاتي، أبائي، إخواني، أخواتي، أصدقائي الأطفال، أولا باسمي وباسم المكتب الولائي لجمعية قوافل الخير لرعاية الأرملة واليتيم، المكتب الولائي لولاية الجزائر العاصمة، يبلغونكم السلام. حاجة ثانية، نشكر الفرع بلدية عنطايا، معروفة غنية عن تعريف. وحاجة اللي حبيت نبارك لأهل بلدية عنطايا وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس ورفقائه لفرع بلدية عنطايا، هنيئا لكم. أن هناك فتاة لا تتجاوز 16 سنة اكتشفها المكتب الولائي والمكتب الفرع لبلدية عنطايا، حازت وفازت على المرتبة الأولى لحفظ القرآن الكريم، فهنيئا لفرع بلدية عنطايا. جد مسرور وجد سعيد أن في جمعياتنا، جمعية قوافل الخير لرعاية الأرملة واليتيم، باش نلقاو فتاة أو طفل يعني يحفظ القرآن الكريم لا يتجاوز 15 أو 16 سنة، فهذا جميل. أسأل الله العظيم لكل من يريد الخير للغير، لكل من يريد أن يدخل البهجة والسرور لقلوب هذه الأمهات الطيبات وأبناء أبنائنا، أبناء اليوم ورجال الغد، بحول الله. إلى كل